السلام عليكم طلابنا الاعزاء مثل ما علمتكم كل سنه اراجع لكم المراجعه المركزه للفرع الصناعي وان شاء الله اكمل وياكم المراجعه المركزه المهمه للاسئله الوزاريه المهمه. هنا راح ناخذ اول موضوع الفصل الاول راح ناخذ الاسئله الوزاريه ونعلمك شلون يحلها الطالب. من ضمن المراجعه المركزه للطالب عندنا الاسئله الوزاريه الآن دائما اعتمدها للطالب عندنا سؤال وزاري مهم السؤال الوزاري يقول عندنا اثبت إنه هنايا اثبت ان انطاك واحد ناقص اي مرفوع للقوة ستة يساوينا ثمانية اي لاحظ حبيبي هنايا دائما الطالب من يشوف القوة ستة اكثر من القوى أربعة دائما نفتح قوسين قوس كبير وقوس صغير يعني هنايا راح نجي نفتح لنا قوسين لاحظ وبداخله قوس صغير دائما الداخل هو تربية حدانية يقول عند الرفع تضرب الأسس ليش؟ لأن يعني راح أضرب في ثلاثة راح يرجع لي ستة لكن المقدار نفسه ينزل بعد ذلك راح أجي أقول للطالب عندنا ملاحظة الملاحظة إذا لقينا بسؤال واحد ناقص آي مرفوع للقوة اثنين حدانية حد دائما جوابك شوف هذا الجواب الآن عودتك عليه سالب اثنين آي إذا هنا راح يقول سالب اثنين آي مرفوع للقوة ثلاثة كذلك راح نجي نوزع هنا الأس ثلاثة على سالب اثنين وعلى الآي، نذكرك بمعلومة مهمة. الآي للأس ثلاثة دائما جوابه سالب آي. أما نجي السالب اثنين من أضربه في سالب اثنين في سالب اثنين دائما رجع الأساس. ليش رجع الأساس؟ لأن الأس هو نرجعه على حسب مراتب الأساس. هناية من تجي تضرب سالب في سالب اذا الاشاره تقرا موجب الموجب من انضربه بالسالب راح يعطيني الاشاره سالب اذا راح نقول له هنا يساوي سالب بس من نجي نضرب اثنين في اثنين أربعة الأربعة بما نضربها بالثنين والجواب مالي ثمانية راح نفتح القوس وراح نقول لك كل اي للاس ثلاثة هو سالب اي من راح نضرب لك الاشارات شوف عملية ضرب ده اكد على هاي المعلومة ثمانية في اي اذا جوابنا ثمانية اي وبهذا كملنا المثال المهم ايضا سؤال وزاري مهم يقول اثبت ان اثبت ان واحد ناقص اي وواحد ناقص اي تربيع وواحد ناقص اي للاس ثلاثة راح يكون جوابنا اربعة أريد الطرف الايسر يساوي الطرف الايمن هذا كله يمثل الطرف الايسر وهنا يمثل لك الطرف الايمن لاحظ هنا من ضمن الاسئلة المهمة جدا للطالب خلي ينتبه على هذا السؤال راح نجي نحل السؤال نقول له الجواب مالنا القوس الاول ينزل القوس الثاني الواحد ينزل ايضا السالب ينزل اذكرك كل اي للاس اثنين جوابك دائما سالب اي اذا وهنا سالب راح يصير موجب واحد عفوا هنايا موجب راح يعطيك بهالتدريج راح ينطينا جواب كل اي تربيع راح يساوي سالب واحد وعندنا اشاره سالب راح يعطينا موجب بالسؤال لكن من يجي القوس الثالث واحد ناقص اذكرك بمعلومه كل اي للاس ثلاثه ساد جوابه سالب اي وعندنا سالب راح نقول له موجب اي كل شيء يساوي الجواب الطرف الايمن اربعه لاحظ هنا نرتب المعادله سال شو راح نرتبها حبيب القوس الاول هنا راح نجمع الارقام لاحظ راح نقول اثنين يساوينا القوس الاول ينزل والقوس الاخير ايضا ينزل حتى نرتب المعادله ضاوع راح اجي اقول لك واحد ناقص اي وواحد زائد اي لاحظ هنا الطالب وين راح يخطا هنا بعملية الاقواس راح يضرب بعملية الاقواس وهذا خطا ليش خطا لان يعني هنا عندي مضروب العدد هنا لاحظ شنو العددان مترافقان يعني هنا العملية يقول بالجواب مالنا يقول اي تربيع زائد من هو بي تربيع ويحذف الاي النظير الضرب موجود اذا راح يجي يقول الاثنين نقول لك الواحد اي تربيع زائد البي تربيع بس العيش بي ينحذف اذا راح نجي نقول له واحد تربيع زائد واحد تربيع والجواب مالنا راح يقول لك اثنين ينزل مربع الاول واحد زائد مربع الثاني واحد وراح نجمع الارقام ايضا بداخل القوس نقول اثنين في اثنين وجوابنا راح يكون اربعة اذا ثبتنا الطرف الايسر يساوي الطرف الأيمن أتمنى هذا المثال أيضا واضح عندك بالأسئلة الوزارية أيضا من ضمن الأسئلة الوزارية المهمة للطالب إيجاد قيم X و Y هنا موضوع كلش مهم إيجاد قيمة X و الحقيقيتان اللتان تحققان المعادلة. لاحظ هنا إيجاد قيمة x و y من ضمن الأسئلة الوزارية، عندنا سؤال وزاري مهم. قال لك جد قيمة x و y الحقيقيتان اللتان تحققان المعادله انطاني بالسؤال هنايا 3 اكس زائد 2 زائد 6 اي يساوي 8 زائد واي ناقص 1 مضروب بالاي لاحظ هيك سؤال الطالب لازم ينتبه الطريقة الحل وهي راح ننزل الحقيقي ويا من ويا الحقيقي يعني راح ننزل 3 اكس حقيقي زائد اثنين شو يساوي لنا الحقيقي يساوي لنا لاحظ هنا دائما شو نقول له الارقام بالجهه والمتغيرات في جهه نقصد بالمتغيرات الثلاثة اكس والارقام نقصد بها الثنين والثمانية راح يقول ثلاثة اكس يساوي ثمانية ناقص اثنين اذا ثلاثة اكس يساوي ستة اذا كل المعادلة راح نقسمها على شقد على ثلاثة اذا نقسم المعادلة على ثلاثة يعني هنا ثلاثة وهنا ثلاثة اذا اكس يساوي لنا اثنين لاحظ هاي قيمة الاكس زين استاذ والواي حبيبي تعنيجي. نجي نقول لك الواي راح هنايا ستة اي يساوي إنه واي ناقص واحد مضروب بالاي لاحظ هنايا لوجود علامة المساواة الاي يحذف ويا الاي لاحظ ايش بقى عندك العدد ستة يساوي واي ناقص واحد راح نستخرج الواي بره أو خارج المعادلة ويبقى عندنا ستة زائد واحد إذا قيمة الواي قال لك 7 ليش؟ لأن من أنقذ سالب واحد للطرف الأخر تتغير الإشارة وبهذا كملنا المثال الوزاري راح ناخذ مثال وزاري آخر أيضا مهم للطالب جاب السؤال هذا من الأسئلة الوزارية المهمة سؤال وزاري قال لك اثبت ان انطاك في السؤال لاحظ واحد زائد اي تربيع زائد اي للاس اربعة زائد اي للاس خمسة زائد اي للاس سبعة كل اريد يساوي الجواب واحد انطيتك اي زائد اي للاس ثمانية ناقص اي للاس تسعة هنا من ضمن الاسئله المهمه الوزاريه شلون راح اثبت الطرف الايسر يساوي لنا الطرف الايمن قيمته واحد. لاحظ حبيبي انزل السؤال امامك الواحد ينزل من ضمن جواب القوى اي كل اي تربيع نستذكره جوابنا سالب واحد اذا من اجي اضرب سالب بالموجب راح يعطيني سالب واحد كل اي للاس اربعه دائما الطالب اقول له جوابك واحد اذا هذا زائد واحد ايضا زائد الاي للاس خمسه علمتكم طريقه سريعه قلنا خمسه دائما نقسم على العدد الثابت خمسة كم أربعة طبعا بها واحد في أربعة أربعة الباقي نشقت قلنا دائما نعتمد على كلمة الباقي إذا راح نقول له زائد قد هنا يا واحد لاحظ هذا الواحد كل آي للأس واحد اللي تعلمناه شنو جوابنا حبيبة آي إذا هذا جوابنا آي زائد أيضا ينزل هنا لاحظ الزائد من يجي الطالب يضربه من يقسم حتى يقدر يجاوب ويامن يقول سبعة كم أربعة حبيب واحد في أربعة أربعة إيش قد الباقي قلنا نعتمد على كلمة الباقي يعني الآي للأس ثلاثة أذكرك شنو جوابه راح تقول سالب آي إذا هنا سالب آي لاحظ هنا ركزنا ببعض الأسئلة المهمة نجي للمقام الآي ينزل الأيل للأس ثمانية من مضاعفات العدد أربعة، يعني شنو من مضاعفات العدد أربعة؟ يعني الأربعة نزيدها أربعة ونزيدها أربعة من أربعة لأربعة، أربعة زائد أربعة ثمانية، والثمانية من نزيد أربعة راح يعطينا 12، كل آي للأس أربعة هو إيش قيمته؟ واحد. إذا هنا زائد واحد. السالب ينزل بقى عندنا آي تسعة. نقسمه على أربعة اثنين في أربعة ثمانية إذا الباقي واحد هو ناقص الآي شو بكل السهل أجي راح أختصر موجب واحد ويا سالب واحد موجب واحد ما عندي بعد سالب أختصر موجب آي ويا سالب آي والموجب آي ويا سالب آي يحذف والجواب بقى واحد على واحد إذا ساوانا واحد ثبتنا الطرف الأيمن يساوي لك الطرف الأيسر راح ايضا ناخذ بعض الاسئله الوزاريه المهمه موضوع مهم ايجاد المعادله التربيعيه هنايا قانون المعادله التربيعيه راح نقول لك اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين مضروب فيه اكس زائد حاصل ضربهما كله راح يساوينا واحد راح ناخذ من ضمن الاسئله الوزاريه المهمه هذا السؤال الوزاري قال لك اذا كان واحد زائد اثنين اي هو احد جذري المعادله منطيني اكس تربيع ناقص ثلاثه ناقص اي مضروب في اكس زائد اي يساوي صفر يقول فما هو الجذر الاخر وما قيمه اي لاحظ حبيبي اذا انطى بالسؤال انطاني شكل معادله وانطاني جذر معلوم والجذر الاخر مجهول لاحظ هذا الجذر الاخر ايش مجهول ويريد قيمه اي انا اول ما ابدي انزل المعادله لاحظ من تنزل معادله حتقول اكس تربيع ناقص 3 ناقص اي مضروب بالاكس زائد اي يساوي صفر هنا راح الخطوة الثانية نكتب القانون ونلاحظ من نكتب القانون اريد الطالب يركز به اللي هو اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين مضروب في اكس زائد حاصل ضربهما كله يساوي لك صفر لاحظ حبيبي نسوي مقارنة شو راح اسوي مقارنة اذا انطاك عملية المجموع معلوم لاحظ هذا المجموع وحاصل الضرب امامك هنا عملية جمع وطرح انطاك بحاصل الضرب بحاصل الضرب اذا انطانا بالسؤال هنا معناه عملية قسمة انتبه يعني حاصل الضرب مجهول عملية قسمة هنا منطيك مجموعة جذرين معلوم تذكر كلام عملية طرح وجمع كلمتين ركز بيها اذا راح نجي اول معلومة نفرض نقول نفرض ان الجذر المجهول يساوينا زت ما تريد تكتب زت اكتب ام ما تكتب ام ال اي حرف من الاحرف اللي انت فاهمه من فرضنا الجذر المجهول هنايا زت راح ننزل نقول له زت زائد من الجذر الاول اللي السؤال قال لك واحد زائد اثنين اي واحد زائد اثنين اي كل شيء يساوي الجواب راح يساوي لك الجواب هنايا من ضمن الاسئلة مجموع الجذرين اللي هو ثلاثة ناقص I. لاحظ من نجي هنايا اقول للطالب انقل هذا الطرف للطرف الاخر وغير الاشارة راح يقول زت يساوي ثلاثة ناقص I. الاشارة راح شو تصير عندنا؟ سالب واحد زائد اثنين اي لاحظت صارت عملية طرح انا زلزلت طبعا بعملية الطرح القوس الاول ينزل اشارة الوسط تصير موجب ونغير اشارات القوس الثاني سالب واحد ناقص اثنين اي هنا صارت عملية جمع تتذكر بعملية الجمع مو نقول لك الحقيقي ويامن ويا الحقيقي يعني ثلاثة ناقص واحد والجزء التخيلي ويامن يشتغل طبعا ويا الجزء التخيلي لاحظ زائد سالب اي ناقص اثنين اي اذا زت ينزل نطرح وشارة الكبير اثنين نفس الاشارة ونجمع نقول ثلاثة اي وبهذا طلعنا الجذر المجهول. بعد شنو طلبه بالسؤال؟ يريد اي، الايش مثلنا حاصل ضربهما. عندك الجذر الاول يقول واحد زائد اثنين اي، والجذر الاخر اللي انت استخرجته بالسؤال اللي هو اثنين ناقص ثلاثة اي، راح نجرى عملية توزيع، نضرب الاول ويا الاول راح نقول له اي يساوي واحد في اثنين اثنين من نجي نضرب موجب في سالب راح يعطيني سالب واحد في ثلاثة اي اذا ثلاثة اي موجب في موجب طبعا موجب اثنين في اثنين اربعة اي والموجب بالسالب راح يعطيني سالب اثنين في ثلاثة ستة اي تربيع كل اي تربيع اتعلم يحذف وذي الاشارة ما قبله راح يصير عندك الجواب حقيقي ويامن يتقابل طبعا ويا الحقيقي راح اقول له اي يساوينا ثمانية وهنايا التخيلي ويامن ويا, ويا التخيلي اشارات متغيرة ناخذ الاشارة للكبير ونطرح راح يصير عندنا موجب اي وبهذا كملنا عدنا المعادله التربيعيه تلاحظ من كل موضوع دا احاول قدر المستطاع اضبط لك المعلومه المهمه لك نجي الى الجذور هنايا التكعيبيه الجذور التكعيبيه هنا لازم الطالب ينتبه لي الجذور التكعيبيه يعتمد على جزئين حبيبي الجزء الاول الفرق بين مكعبين والجزء الاخر قانون الدستور اذا نحن نتعامل ويا موضوع ثالث متوسط شلون راح نتعامل بهيك سؤال لاحظ هنايه من ضمن الاسئله الوزاريه سؤال وزاري قال لك جد الجذور التكعيبيه هنايه للعدد انطاك ثمانية في مجموعة الأعداد المركبة اللي هي تمثل complex نمبر هاي سي لاحظ السؤال يقول يقول أول ما تبدأ بالسؤال عندنا فرضية نفرض شوف أن أكس تكعيب يساوينا العدد هذا العدد أمامنا العدد إيش قد منطيني اياه بسؤال ثمانية لكن الفرضية المن تحكي تحكي للأكس الخطوة الثانية نصفر المعادلة هاي المعادلة صفرها أكس تكعيب ناقص ثمانية يساوي صفر لاحظ هنا الفرق بين مكعبين أريد أعلمك نفتح قوس صغير ونفتح لنا قوس كبير وكله يساوي لنا صفر. القوس الكبير دائما اشاراته موجبه ثابته. بس المشكله وين الطالب؟ ما يطلع الجذر التكعيبي للاكس، ايش قد قيمته؟ لاحظ راح نوزعه، نقول لك عندك ثلاث اكسات والثمانيه 800 جايه؟ راح يجي الطالب يقول استاذ اربعه في اثنين، حبيبي صح، بس هذا جذر تكعيبي يا بابا. الجذر التكعيبي معناه يقول اثنين في اثنين في اثنين اول قوس ناخذ الاكس الاولى هذا نسميه القوس الاول لاحظ هذا الاكس اشارة الوسط سالب وناخذ من الاثنين من الجذر التكعيبي للثمانية الاثنين الاولى بعد بقى اكسين الاكس الثاني راح نضرب اكس في اكس راح يعطيك الجواب الاكس تربيع القوس الثاني لاحظ ضرب نقول اذا اكس تكعيب حبيبي عكس الاشاره تعال عكس الاشاره عكس الاشاره شو تكون الاشاره موجب اضرب الاول في ثاني مو يجي الطالب يقول له اربعه هنا بالنص احنا ما نتعامل مربعين مكعبين اذا هنا راح شنو نقول 2 اكس زائد ايش بقت من الثمانية خذنا اثنين وحدة بقت اثنين في اثنين ايش قد يعطي الجواب اربعة اقول له اما اكس ناقص اثنين يساوينا صفر راح انقص سالب اثنين للطرف الاخر اكس يساوي موجب اثنين اعتمد الجذر الاول اقول له او راح نجي ننزل هنا اكس تربيع زائد اثنين اكس زائد اربعة يساوي لنا صفر لاحظ حبيبي هنا اريد معامل اكس اللي هو اي معامل اكس بي والسي أبوي الحد المطلق هذا الحد المطلق اللي هو سي يساوي لك اربعة نا يساوي لنا اثنين وهنا طالب من له اكس تربيه شي يسوي هنا؟ يقول صفر، حبيبي ماكو صفر، معامل اكس اخذه. ايش قد معامل اكس؟ واحد. نجي نطبق قانون الدستور يقول اكس يساوي لاحظ قانون الدستور. سالب بموجب او سالب تحت الجذر، لاحظ. هنايا شوف اريد منك كل شيء ضابطة هنا بي تربيع ناقص أربعة أي سي وهنا اثنين مضروب بالأي لاحظ حبيبي الأكس ينزل أجي أعوض بس مجرد تعويض أقول لك سالب البي شقد اثنين موجب أو سالب أهم شي شغلك وين يكون بالجذر أستاذي أهم شي الجذر يعني شغلنا راح يكون دقيق بالجذر هنا الثنيين ديما مضروبة العيش قد قيمتها واحد البي اثنين تربيع ناقص أربعة في واحد في أربعة لاحظ هنايا الأكس راح تطلع عدنا نقول له سالب اثنين ينزل موجب سالب اثنين يعني في واحد اثنين وراح نجي بحق أيضا بهالطريقة لاحظ البي تربيع معناه أربعة ناقص أربعة في واحد أربعة في أربعة ستة عشر نقول له نطرح والإشارة للكبير نطرح والإشارة للأكبر لاحظ هنا يا. راح نجي نقول له أكس يساوي سالب اثنين ينزل موجب سالب على اثنين راح يقول سالب 12 هنا الملاحظة المهمة للطالب كل سالب تحت الجذر نحوله اي شن حوله اي وال12 منين جاية عبارة عن اربعة في اثنين يعني راح اجي اقول لك سالب اثنين موجب سالب معناه اربعة في ثلاثة اي كله على اثنين جذر الاربعة اقول للطالب سالب اثنين ينزل راح يقول لي اثنين جذر ثلاثة اي كله على شقد على اثنين نقول هنا نوزع البسط على المقام راح نجي نقول له اكس ينزل سالب اثنين على اثنين موجب سالب اثنين على اثنين جذر ثلاثة آي اثنين ويا تروح من اقل الطالب اثنين ويا تروح لا تجي تقول صفر سالب واحد حبيبي موجب سالب اثنين ويا ايضا يبقى جذر ثلاثة آي اذا راح اقول لك الجذور التكعيبية هي راح نجي نكتب اول جذر عندنا اثنين طلع والجذر الثاني سالب واحد زائد جذر ثلاثة عاي والجذر الثالث سالب واحد ناقص جذر ثلاثة عاي الصور واضح اليوم الجذور التكعيبية الهيتش سؤال مهم نجح على موضوع مهم اسمه المقياس والسعة المقياس والسعة من ضمن الاسئلة الوزارية المهمة موضوع المقياس والسعة اكو بعض الاسئلة الوزارية المهمة اللي احنا نركز عليها ويمكن اجت للطالب خلال هالفترة اريد بعض الاسئلة مثلا جاب لنا سؤال قال لك سؤال وزاري جد المقياس والسعة للعدد المركب انطاني بالسؤال زد يساوي ثلاثة ناقص ثلاثة جذر ثلاثة اي اهم نقطة للطالب هنا نفتح قوس ونخلي فارزة ثلاثة الاولى خد تنزل او سالب ثلاثة جذر ثلاثة ينزل والعيش بي يحذف <سؤال> اذا هذا مثل اكس وهذا الشيء مثل عندنا الواي هنايا اول ما يبدا الطالب القوانين لازم حافظ الـ R اكس تربيع زائد واي تربيع ويساوينا لاحظ هنا ثلاثة تربيع زائد سالب ثلاثة جذر ثلاثة تربيع. حبيبي لاحظ من يقول له ربع ثلاثة استاذ اقدر اربحها راح اجاوبك تسعة زائد حبيبي ربح هاي الثلاثة استاذ والسالب سالب؟ حبيبي الأزوجي كل الزوجي معناه موجب إذا هنايا راح نقول له ربع ثلاثة تسعة في التربيع من يروح ويا الجذر يبقى ثلاثة. لاحظ حبيبي اجي ايضا 9 تنزل زائد 3 في 9 راح يعطيك الجواب 27 27 زائد تسحب بنجمع الارقام راح يعطيني جذر 36 والجذر 36 هو 6 مو تجي تقول له اقول لك جذر 36 تقول لي 6 في 6 لا حبيبي هذا مربح كامل ممكن نجاوبك عليه اي شيء مربع كامل يطلع ناتج واحد ما يطلع لي ناتجين اذا ورا اجي اقول له ساين الزاويه اللي هي تمثل لنا الواي على الار الواي ايش قد قيمته لاحظ الواي منطينه سالب ثلاثة جذر ثلاثة والار طلع عندك ستة من تجي تقسم هنا ثلاثة بها واحد والستة شقد بها اثنين راح اجي اقول للطالب سالب جذر ثلاثة كلها على شقد؟ على اثنين اجي على ثيتا يقول اكس على ار أستاذي الاكس شقد مالتك راح تجي تباوع ايضا ثلاثة على ستة من اجي اختصر هنا واحد وهنا اثنين اقول للطالب هاي يا زاوية حبيبي اذا بدت بواحد على اثنين زاوية 30 واذا بدت جذر ثلاثة على اثنين قول زاوية ستين هي الثلاثين نفسها اقلبها صير ستين عندك هسا زاوية ستين بيا ربع يجي الطالب بنقول له بيا ربع خليه ينتبه على هاي الكلمة الربع يقصد بيه انا اريد الاشارة فقط الاشارة دركز على هاي الكلمة الاشارة من اجى ابوع الساين شنو اشارته سالب بالربع الرابع راح اجي اكتب له اذا الزاوية شوف تقع في الربع الرابع زاوية الإسناد باي على ثلاثة ليش خدنا باي على ثلاثة لأن زاوية ستين أكو زاوية ستين بالربع الرابع لا سات ليش لأن الربع الرابع يحكي من ميتين وسبعين لثلاثمية وستين زين أنا طلعت عد زاوية ستين اريد منك هنا تنتبه على هاي المعلومه عندنا قانون يحول الزاويه من ستين للزاويه بالربع الرابع شنو هذا القانون يقول 2 باي ناقص زاويه الاسناد جيد زاويه الاسناد نعوضها بما استاذ موجوده قدام اللي هي باي على ثلاثة راح اجي اقول له 2 باي ينزل ناقص باي على شقيت على ثلاثة لاحظ هنا الطالب من كم أقل له وحد المقامات شلون توحد للمقامات توحد المقامات جرخة قسمة باو الباي على ثلاثة نفسها نزلة السالب نفسها تنزل بس أضرب ثلاثة في اثنين راح يقول لك ستة باي راح نطرح ستة باي من باي مو تجي تختصر ستة ويا ثلاثة حبيبي نطرح بالبداية ستة ناقص واحد راح يقول خمسة باي على ثلاثة وبهذا وياكم كملنا المراجعة المركزة للفصل الأول من الطلاب الثالث صناعي وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وانتقلوا وياكم للفصل الثاني